بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار الأنشطة الاجتماعية الخيرية التي تقوم بها جمعية أيادي الأمل، ومن بعد ما قدرنا الله سبحانه وتعالى أننا نزلنا واحد الفكرة جديدة اللي هي قفة رمضان، قفة يتيم اللي تحفظ الكرامة ديال النساء الأرامل والأسر المعوزة. جمعية أيادي الأمل خذت على العاتق ديالها أنها تقوم بواحد المبادرة جديدة، وهي إفطار عابر سبير. للتذكير فقط أن هذه العلبة تتكون من 15 درهم تقريبا، اللي المبلغ ديالها تقريبا 750 درهم يوميا. وجمعية أيادي الأمل خدات على العاتق ديالها أنها تقوم إن شاء الله طيلة شهر رمضان المبارك. ومن هذا المنبر هذا تنبغي نشكر جريدة مغرب نيوز على التشجيع ديالها لجميع الأنشطة اللي تقوم بها جمعية أيادي الأمل، وشكرا لكم ورمضان مبارك كريم، ربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي بغيت نقول لكم هو بالنسبة لهذه الخرجة هذه اللي تنديروها تقريبا في شهر رمضان، ودرناها من قبل كان فيها عشاء وبزاف الحوايج، اليوم تنديروها حتى في شهر رمضان اللي تشوفوا الناس يكونوا عابر سبيل بزاف، كاين الناس اللي خدامين، كاينين الناس اللي الله يحسن العوان، يعني تنديروا واحد 50 باك تقريبا نهارية ونهار لا على حساب الجهات ديالنا والجهات ديال المنخرطين ديالنا اللي في جمعية أيادي الأمل. وتنتمناو يعني تا الناس يديروا بنفس المبادرة ويتعاونوا بحال هذا الشيء، هذا راه زوين بحال هذه المبادرة هذه اللي هي صراحة والله العظيم فاش تعطي لواحد السيد اللي هو دايز وما كانش على باله وكان يتسنى ذاك الفطور مسكين شداتو، يعني تيحسب شي حاجة اللي وتا حنا تنحسوا بشي حاجة اللي كبيرة قسما بالله. وتنبغي نقول للجمعيات الآخرين ولا باقي يعني حتى الناس اللي تيبغيو يديروا الخير يعني يديروا بحال هذه المبادرات، يعني راه صراحة الله إلا وفيهم أجر كبير وكبير وكبير وكبير. السلام عليكم، عواشر مبروكة، رمضان مبارك سعيد، يدخل لكم بصحة وسلامة. معكم ياسمين عضو من أعضاء جمعية أيادي الأمل. اليوم إن شاء الله درنا فطور للناس المحتاجين اللي ما عندهمش مأوى فين يسكنوا ولا حتى فين يفطروا. والباك ديالنا متكون من بيضة، بنان، ساندويتش كيف ما كان، وخبزة، فرماج، قرعة الماء، ونسطرو ديال الحليب، وواحد الكرواسة. هذا هو الفطور ديالنا اليوم، وان شاء الله نتمنى ان الناس يتعاونوا مع جمعيه ايادي الامل في هذا الافطار ان شاء الله. شكرا لكم.